سلام عليكم. طمني طمني يا حب. صورت عينت بجد؟ الله، الف الف مبروك يا حبيبي. الف مبروك يا حب. ده احلى خبر سمعته في حياتي. ايوه بس الغريب ان انا مضيت العقد وقالوا لي بهات صوره البكالوريوس بعدين. انا زي كان في امم واقفين بره، شباب زي الفل واقفين بيتعصروا في الامتحان بره. جه واحد قال لي انت فلان؟ قلت له اه. قال لي مبروك يا ابني، تيجي اول شهر 10 انت تعينت خلاص. ما عرفتش مين اللي وصى عليك. انا سالت يا بابا بس ما حدش جاوبني. اكيد فوزي محسن هو اللي علاقه بالبنوك. خلاص يا حبيبي كلمه في التليفون واشكره. لا ده انا هروح لحد بيته واجيب له هديه. الف الف مبروك يا حب. قولي كلمت وهبه وقلت لها؟ انا وقفت عند اكتر من كشك عشان احاول اكلمها بس التليفونات ما بتجمعش خالص. مشكله التليفونات اللي ما فيهاش حراره وما بتجمعش ليه؟ المهم طمني هيدوك مرتب قد ايه؟ لا قولي يا بابا، باعتبار حضرتك وكيل وزاره وبقالك 35 سنه في الوظيفه، مرتب حضرتك كام دلوقتي؟ 420 جنيه و15 قرش. انا بقى اول تعيين هيبقى ب 150 جنيه. لا وبعد 6 اشهر هيبقوا 200 جنيه. طبعا ما انت في عصر الانفتاح. لا 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 ده رزق وهبه، البنت دي بسم الله ما شاء الله قدمها قدم سعد عليك، ربنا يسعدك معاها يا رب. مش هتاخدني بقى عشان اشوفها؟ ما احنا متفقين ان احنا كلنا نروح يوم الخميس. مين القمر ده؟ مساء الخير. مساء النور. سعد ايه موجودة فين؟ أي موجودة، اتفضل. شكرا. اتفضل اتفضل. مساء الخير. اهلا استاذ رشيد، اتفضل. شكرا. البيت نور بوجودك. انا اسف جدا يا صالح بيه اللي جيت من غير ميعاد، بتصل بتليفون كتير ما بيجمعش. اتفضل. دي هديه جوازك من واحد، او اعتبرها عجون صداقه للعيله الجميله اللي سعيد نتعرف عليها. احنا كمان يا ابني سعدنا بمعرفتك. مبروك يا حب على الوظيفه. انا اتخانقت معاهم، كان عاملين لك 150 جنيه عدلوها بقت 200 جنيه. ايه ده؟ انت اللي عملت كده؟ طب عملت كده ليه؟ عشان اللي حصل امبارح. انا ظهرت قدامكم ان انا تبت ورزق وما عنديش دم. انا لو كنت اعرف اصلا ان وهبه مرتبطه باي حد ما كنتش رحت من الاصل، ما كنتش اعرف انكم رايحين. انا كده شكلي بقى وحش، وانا احب صورتي قدامكم كويسه. وعايز اقول لك على حاجه يا حب، انا ما بحبش وهبه ولا عندي مشاعر من ناحيتها خالص. الحكايه كلها ان انا عايز اتجوز ودي اخت واحد صاحبي. طبعا مضمنها وعارف حالها كويس. متشكرين جدا يا جماعه. سلام عليكم. سلام عليكم يا ابني. هو انت دخلت محل عصير تاخد كوبايه وتخرج؟ انت هتتغدى معانا ولا في حق عرب وتطير فيها الاهلي؟ رقابي؟ رقاب مين حضرتك؟ رقاب السامي. يلا بقى يا حبيبتي حضر لنا الغدا. من عينيا. بس الاكل يعني هيبقى يعني على قد ما اقصد، الجود من موجود. ايه ما عندكش اكل؟ لا عندنا خير ربنا كتير يا حبيبي. عندي مكرونه في الفرن وبطاطس في الفرن وده كربات واربع حمامات مشويين حالا حاجات زي بس. طيب كسرنا عليهم كام بيضه؟ من عينيا. ما تقعد يا رشيد بقى. انا صعب جدا ان ارفض دعوه حضرتك الكريمه دي على الغدا. انا طبعا سعيد اني اتغدى معاكم لاني ماليش اهل. فعلا انا ماليش اهل، ابويا وامي توفوا وماليش اخوات ومفيش عمار بيني وبين اهلي. يعني انا مفتقد اللمه والعزوه والاسره. بيتي عباره عن لوكندا بنام فيها واكلي كله في الفنادق. عشان كده طول ما انا ماشي بدور على اصدقاء. ولما شفت حضرتك انت وحب قلبي ارتاح لكم وراحت قلبي دي كانت في محلها. صالح بيه مسمي حب وحنين، يعني بيت كله دفء وحنيه وود. انا محروم الجو ده. أنا كان نفسي نفسي أتعرف عليكي من زمان والله يا حربية يا أختي. كل شيء بأوان واللقى نصيب، بس أنتِ ما شاء الله عليكي زي الوردة المفتحة. يا أختي عليكي وعلى لسانك الجميل، وأنتِ زينة الستات. ده من أصلك يا حبيبتي. شفتي حنين بنتي؟ عبد الحليم؟ في حد يسمي عبد الحليم؟ حنين يا طنط، اسمي حنين.
اصلي يا حبيبتي سمعتها عبد الحليم. الله يرحمه، ده مات بقاله 4 سنين بقى. يا اختي ربنا يديكي ثلث عمر. بابا ما تقولي لعمي الكلام اللي بيتقال في المناسبات اللي زي دي، يعني قول له عايزين نطلب ايد بنتك لبنانة. قول له بابا، قول له طبعا ده احنا يشرفنا حاجه زي دي. اسكتي اسكتي اسكتي، قولي قولي بابا. قول له عايزين مننا مهر كام؟ قول له يا بابا احنا مفيش بينا الحاجات دي، ده احنا اهل، احنا بنشتري رجاله. قول له اسكتي قول له اسكتي اسكت. ايه اقول لك يا بابا؟ بقول لك ولا اقول لك؟ خلي ماما هي اللي تقول لها. بقول ايه يا مقبوله؟ انت بقى رايك ايه؟ والله يا حربيه يا اختي انا يهمني انه يبقى انسان حنين معاها وياخدها كده في حضنه ويطبطب عليها زي جوزك ما بيعمل معاكي. مش يسيبها قاعده لوحدها في البيت ويروح ويتصرمح مع اصحابه. وبعدين معاكي بقى يا مقبوله، وبعدين معاكي ناس جايه تخطب يعني فرح، مش جايين يركزوا علينا. ايه حكايتك بقى؟ الله بتقلبي في اللي فات ليه؟ انا خايف على الجوازه دي. احنا عرسان جداد. ايوه. فيعني كنا بندور على شقه وعايزينك تخدمنا فيها، يعني احنا بس اهم حاجه تكون شقه في منطقه شيك جدا واقل مساحه 150 متر. تمليك، كل اللي عندنا تمليك. ليه مفيش خلوه رجل؟ لا خلوات ايه يا استاذ؟ الناس بتخاف من الخلوات، بيحصل فيها مشاكل كتير. يجي الناس يتفقوا مع اصحاب الامارات على الخلوات، بعد كده يبلغوا عنهم ويودوهم السجن. بس احنا مش هنعمل كده، احنا هندفع اللي هو عايزه، اصل احنا مش بتوع مشاكل. بس بشرطين زي ما قال الاستاذ، انها تبقى في منطقه شيك جدا والشقه مساحتها ما تقلش عن 150 متر. ماشي يا دكتور، بس انا مش هتحرك الا لما اخد 5 جنيه. ايه؟ 5 جنيه ايه ده؟ احنا مش هندفع غير 3 جنيه. ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ من غير ليه؟ طيب يا معلم خضر، احنا موافقين على 4 جنيه. 5 جنيه وبلاش وجع قلب. شوف يا ستي، بعت عربية امبارح وخدت عمولتي 50 جنيه في قد ايه؟ في يومين، يعني مرتب شهرين من بتوع خريج الجامعة. يعني انا لما اجي اقدمك لبابا اقول له ايه؟ سمسار عربيات؟ فيها ايه يعني؟ معظم بتوع العربيات ابتدوا كده، بعدين يعني حبة حبة وابقى افتح معرض خاص بيا. خلاص لما تبقى تفتح المعرض، لكن دلوقتي ما اقدرش اقدمك لبابا. يبقى مش بتحبيني يا حنين. بالعكس يا فاروق، انا بحبك قوي قوي، بس ما ينفعش. انت هتتجوزيني ولا هتتجوزي الشهادة؟ انت والشهادة مع بعض. انا مش فاهم ايه اللي احنا فيه ده. عارفين ان العلم والتعليم مالهمش اي لازمه، وان اقل صنايعي بياخد قد كده اكتر من واحد معاه دكتوراه. بنحرق في دمنا وفي صحتنا وبندفع فلوس عشان في الاخر ناخد شهاده نعلقها على الحيطه. خلاص افصل نفسك عن المجتمع واعمل لنفسك مجتمع خاص. ده مجتمعنا يا فاروق. طب ما تخليكي معايا انا وانتي نعمل مجتمع خاص بينا قد كده. انا ما عنديش الشجاعه دي، ما اقدرش احارب معاك في قضيه انا شخصيا مش مقتنعه بيها. ما هو الخمسين جنيه اهم كسبتهم في ساعتين. بقولك عايزه ايه تاني بقى؟ فاروق التعليم مش مجرد شهاده بنعلقها على الحيطه، التعليم بيفتح المخ وينور العقل ويوسع المدارك. قالوها زمان، العلم نور. ده لما يبقى العلم للعلم مش المستقبل والوظيفه. وبعدين تعالي هنا، هتيجي 20 واحد من خريجين الجامعه وقعديهم معايا، هنشوف انا ولا هم اللي بنفهم. يا سيدي انا عارفه ان انت دماغك كبيره وشخصيتك قويه، بس ده حاجة والشهادة حاجة، أنت لازم تاخد الشهادة. مش هاخدها يا حنين، مش عايزها، مش هتفيدني ومش هتضيف لي شيء. وبعدين أنا عندي إن آخد مليون كتاب أقعد أقراهم وأستفيد منهم أحسن ما أقعد عند مدرس ويدرسني وفي الآخر يخليني بشوية درجات. أمال عايزهم يقيموك بناء على إيه؟ على عقلي ودماغي واجتهادي، مش لمجرد إن أنا معايا شهادة. سيبيني أنت بس روح أتقدم لبابا. لا أنا هعرف أقنعه بأسلوبي وشخصيتي. لو سألني هقول له انا مش مقتنع. ما تضيعيش كل اللي ما بيننا حنين. انت اللي بتضيعه يا فاروق.
بس انا بحبك حنين. وانا كمان، انا كمان بحبك، بس بجد ما ينفعش. يا عم خضر، ده هي دي المنطقه الشيك اللي احنا قلنا لك عليها؟ الله جري يا استاذ، انت عايز اشك من كده ايه؟ انا بصراحه تعبت معاكم، دي خامس شقه اوريها لكم وما تعجبكوش. اتصدق انت راجل لبط؟ ايه ده انت بتستهبل راجل؟ انت عمال تلففنا على الفاضي وكل ده عشان تلعب في الخمسة جنيه؟ طب لعلمك بقى الخمسة جنيه دي انا هاخدها من حباب عينيك. مش هديلك حاجه، انا بصراحه تعبت معاكم ومشيت كتير وطولة لسان مش عايز، واعلى ما في خيلك الكبير. لا لا، ما انا هقول لحضرتك ما تنساش الخيل، ما انا هقول لك بس. استنى براجل قليل الادب. وهبه يا وهبه، بس انا عايزه ثانيه واحده، ثانيه واحده، احنا مش هنهزق نفسنا مع واحد زي ده. انت هتقعدي تشتميه وتتخانقي معاه، هو يشتمك ويتخانق معاه. ما بصي بصي، ده منظر، ده لابس جلابيه بلون المانجا، معقول تنزلي المستواه؟ حب، هات الخمسة جنيه منه. ما انا هقول لك، هات الخمسة جنيه منه يا وهبه. حب يا وهبه، اعصابك. هات الخمسة جنيه. نعم. أنا بقول في الستين ده هي الخمسة جنيه، مش معقول نهزق نفسنا مع واحد زي ده عشان خمسة جنيه وهبة. إذا كنت أنت بتقبل إني يضحك عليك فأنت حر في نفسك، لكن أنا محدش يضحك عليا أبدا، وحقي حاخده يعني حاخده. ما أنا ما تتعصبش يا وهبة. وخدت يا بنتي منه الخمسة جنيه؟ طبعا يا بابا، خدتها من حباب عيني. برافو عليكي. مش حضرتك اللي قلت لي لما تحبي تهزقي راجل صلتي عليه واحتسبت؟ طبعا. وانت هزقتي؟ انا مسحت بيه الارض، خليت الناس اللي في الشارع كلها يتفرجوا عليه، ولو كنت عايز اخد منه خمسة جنيه تانية كنت خدتها. اما بنت شو ضليه بصحيح؟ اسكتي انت يا مقبوله، سيبيها. انا مستعد ادفع 50 قرش لاي حد بمزاجي، انما واحد ياخد مني قرش غصب عني اتجنن. سيبيها سيبيها، الايام اللي جايه صعبه سودة، والقرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. قوليلي، وحب عمل ايه؟ سابني ومشي. ازاي حب يسيبك في موقف زي ده؟ امال يعني يقف يتفرج عليها وهي بتشتم الراجل؟ مش قادر ياخد حقه وهي تاخده له. لا 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 لا، ما يصحش ابدا بقى، يعني هو يقف يتفرج والست هي اللي تتخانق؟ يا ست، هو طيب وخايب، خلاص هي بقى اللي تاخد حقه. كان لازم تسكت وتسيبك انت تتصرف، حتى لو ما عجبهاش ان الراجل خد الخمسة جنيه، كان يبقى بينك وبينها، مش تعمل راجل وتقف تتخانق في الشارع. كمان اتهمتني بالضعف يا بابا. لا، ده مش ضعف، ده عقل. القوة انك مش تقف تتخانق مع راجل صايع في الشارع، لان ممكن خناقته تتطور وتضربوا بعض. ده انت حتى لو ضربته وموتته من الضرب وهو ضربك قلم واحد، يبقى انت اللي انهزمت. انا بقى دي وجهة نظر. صح، بنتي دي باين عليها قوية عنادية. صالح، خليك محضر خير، البنت لسه صغيرة. لا، الراجل راجل والست ست. مادام بيحبوا بعض سيبهم يصطفلوا مع بعض. بقولك ايه، ما تسمعش كلام ابوك. اتقمص ومشي. بص يا حب، ابوك يا حبيبي عايش بعقليه زمان، عقليه السيد. اوعى تصدق الكلام اللي هو قاله ده، اوعى تصدق ان وهبه عايزه تسيطر عليك يا حبيبي. دي متعلمه وبتفهم، وهبه بتحبك وبتخاف عليك وبتخاف على فلوسك يا روحي. الو، اهلا يا وهبه.
ازيك يا حبيبتي؟ ازاي ماما؟ حب موجود اهو معاك اهو. ايوه يا حب، ازيك؟ بص بقى يا حبيبي، بما ان انت راجل طيب ورقيق ومسالم ومالكش في اللبط، فسيب عليا بقى انا الجزء ده. انا بني ادم لبط واعرف اتعامل مع الناس اللبط، انت بقى مالكش دعوه بيهم، خليك انت في طيبتك وفي رقتك. والمثل بيقول القفه اللي ليها ودنين يشيلوها اتنين، انا بقى هشيل الودن التقيله وهسيب لك انت تشيل الودن الخفيفه. هتقدر تشيلها يا حب؟ ماشي يا حب، تصبح على خير يا حبيبي. طبعا، ما خلاص بقى هتجوزوا وهبه الحب ورشيد بقى صاحبكم كلكم وبيعمل لكم خدمات وبقيت انا العدو. جرايره، في حد عمل لك حاجه؟ فرح امتى بقى ان شاء الله؟ لسه ما حددناش. طبعا عشان بس اثبت لكم كلكم واثبت لك انت بالذات ان اختي مصلحتها تهمني، انا جبت لها شقه تحفه. ايوه عارفين ان انت مصلحه اختك تهمك قوي، بس مصلحتك قبل منها. انا خلاص مش هشتغل مع رشيد، هشتغل لوحدي. ربنا يوفقك. طب قول لي بس، هي فين الشقه اللي انت بتقول عليها دي؟ في المعادي الجديده. جماعه قرايب بهيره مراتي بنوا عماره ضخمه جدا، ما يغركوش مظهر بهيره يعني انها عره كده، كان اهلها ناس كويسين قوي، هيدونا شقه هناك بس عايزين الاول 7000 جنيه. طب ما تكلم اختك وتاخدها توريها لنا. وبسلامته حب ده معاه 7000 جنيه؟ لسه ما عرفناش امكانياته. بقول لك ايه؟ على قد ما يدفع انت تدفع. اياك تجهزها بمليم واحد زياده عن الفلوس اللي هو هيدفعها. انت مالك انت بالموضوع ده؟ انا اولى يا ابني. اوقف ايه؟ الله، انت عايز مني ايه بالظبط؟ ما انت معاك. انا عايز 50000 جنيه. ايه؟ 50000 جنيه؟ بحلم؟ مش سلف، لكن زي ما انت قلت شركة. ايه هو المشروع ده؟ يا جماعة خلونا في موضوع الشقة، عاوزين نجوز البيت. المشروع الأول. يعني معلق ده؟ ايوه. بقول لك ايه، في فلوس وفي مشروع وفي شقة، مفيش مشروع مفيش شقة. ايه انا اقول لابنك ده ايه؟ هو طبعا اللي هيشتريه، ما طول عمره بيفكر في مصلحته وبس. مش عيب ان اشوف مصلحتي، انا دلوقتي عندي بنت، يعني مسؤولياتي زادت. خلاص، خد اختك فرجها على الشقة، ولما تمضي العقد بتاع الشقة واشوفه بعيني اديلك فلوس المشروع. وعد؟ وعد. بقول لك ايه؟ انت طول عمرك راجل محترم وقد كلمتك. طب خلاص، بكره الساعة 2 هعدي اخدها هي وحب. 2:05 ما لقيتهمش همشي. انتوا عارفين انا راجل بحب النظام في المواعيد. 7000 ايه؟ ده ايه النهارده؟ ده انا لو قعدت من هنا للسنة الجاية استنت على بابا وماما مش هيتوفر معايا اكتر من 2500 3. 7000 ايه بس؟ ما انا عارفة. الله، طب لما انت عارفه بتورطيني في ام 7000 دي ليه؟ لا انا اكيد ام 2.5 3 دي في منطقه اي كلام. لا مش ركز معايا. ما انا مركز يا روحي اهو لعلمك بقى، الهرم في مناطق كده. لا انا هسكن هنا في المعادي. لا معادي ايه؟ خلاص يبقى نسكن جنب الترعه في المعادي. لا طبعا لا. لا ايه؟ ما انا ما اقدرش اخد الشقه اللي نفسك فيها دي يا حبيبتي. بصي يا حبيبتي، احنا ناخد دلوقتي شقه على قدنا، وان شاء الله انا اوعدك ان انا اغيرها لما اقدر. اوعدك يا وهبه. خلي بالك ان الاسعار كل مدى بتزيد، يعني هتبقى اغلى واغلى، واذا ما كناش قادرين ناخد الشقه اللي احنا عايزينها دلوقتي يبقى مش هنقدر نلاقيها بعد كده. يا حبيبتي انا مش عايز بس. طب يا بيه. شكرا يا سيدي، شكرا. انا مش عايز الامور، يعني عايزنا لما نيجي نتكلم في حاجه ما تحتديش كده. عشان اتفضلي. سرقه رسمي. ايه؟ فنجانين قهوة ب 18 قرش. أنا مش عارف الأسعار ولعت، محدش عارف بكرة هنعيش إزاي والله. شفت؟ أديك قلتها بعظمة لسانك. محدش عارف إيه اللي هيحصل بكرة. يبقى آخد النهاردة اللي مضمنوش بكرة. أيوه. ما
بس انا ما اقدرش على ال 7000 دي يا حبيبتي. يا حبيبي مالكش دعوه انت، بابا اللي هيدفع. بابا ايه اللي يدفع؟ لا 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 يا وهبه، انا ما اقبلش الكلام ده ابدا. وهبه ارجوكي ما تحرجنيش، ارجوكي. هحرجك في ايه بس يا حب الله؟ اولا الفلوس انا اللي هاخدها. اوكي انت اللي هتاخديها، بس الفلوس دي مش هتبقى عايده عليا برضو في الاخر؟ مالكش دعوه انت، دي علاقتي انا بابويا. لا لا يا وهبه، ما اقدرش اقبل كده يا وهبه، ارجوكي ما تحرجنيش، ارجوكي. احرجك في ايه بس يا حب الله؟ ابويا اللي هيديني الفلوس، وبعدين هو عنده كام بنت يا اخي؟ لا يا وهبه لا، شكلي هيبقى وحش يا وهبه، انا ما اقبلش حاجه من حد يا وهبه. بطل انت بس القلق اللي انت فيه ده، وربنا يسهل ونشوف الشقه الاول. عشان تعرف بس اني بحبك وموافق على الجوازه، اديني بساعدكم اهو. ربنا يا سيدي يخلي لك ملاك العمارات اصحابك. دول اصحاب العماره دول اصحابي جدا، ما يرفضوليش طلب على فكره، ما بيدوش شقق لاي حد، الشقق كلها عندهم تمليك، وافقوا بس ياخدوا خلوه عشان خاطر. شكرا يا سامي. لا شكرا على واجب، احنا اخواته، دي حاجات بسيطه. بس في شرط صغير كده معلش، يعني لازم تحضروا فلوسكم بسرعه عشان نمضي العقد، والشقه هتكتب باسم وهب. الله، ده سر عيلتنا يا راجل، حاجات ما تزعلش. في حاجه تانية بسيطه كمان كده، هنمضيك قايمه بالعفش، الحاجات دي بقى هتبين معزه وهب عندك. ماشي واحد، تعجبني اهو كده بقى، انا بدات اقدرك. يلا صالح، ايه موجود؟ هاي موجود، اتفضل. شكرا. اتفضل هصحبهولك. اتفضل. تشرب ايه حضرتك؟ لو سمحتي قهوه. مظبوط. حاضر. بقول لك ايه لو سمحتي، هو حبه موجود؟ لا، حب راح هو ووهبه يتفرجوا على الشقه. الشقة اللي قال لهم عليها سامي؟ هو سامي حكالك؟ لا، الشقة دي جاية عن طريق أنا. معرفش سامي متضايق ليه وعنده إحساس بالظلم، فقلت له خلاص قولي الشقة دي جاية من عندك عشان يهدى شوية. غريبة. بس على فكرة بقى أنسة، الشقة هتعجبهم جدا جدا. ربنا يسهل. طب مش هتشدي حيلك أنت كمان عشان أدور لك على شقة؟ مش لما يجي ابن الحلال الأول. يعني هي المشكلة في ابن الحلال؟ أيوة طبعًا. أيوة طيب، شكله إيه ابن الحلال ده؟ يعني إيه؟ يعني المواصفات اللي تتمنيها في فارس الاحلام. يكون راجل، راجل بجد. ايوه انا عارف انه راجل، طويل قصير عريض. لا كل الكلام ده مش مهم. طب ممكن اسالك سؤال؟ ارجو يعني ان ما تعتبريش انه تطفل مني. طبعا اتفضل اسال. يعني في حد في حياتك؟ لا، الحد الادنى للطلبات عندنا ثلاثة. لا هما حاجتين اتنين، الاولانية شغل والتانية مسألة شخصية. نبتدي بالشغل. ليه معجبك؟ صالح بيه انا استوردت 50,000 طن سكر، وعشان انزلهم السوق ويرجع لي فلوسهم بسرعة هياخد وقت كبير. الوقت ده مش في صالحي خالص، لأن أنا عامل صفقة مهمة جدا ودافع فيها مبلغ كبير. طبعا لو بعتش السكر ده مش في صالحي خالص. فأنا فكرت إن وزارة التموين تشتريه وجيت لي عشان أوفر لك عليها. هو كده بالظبط. الكلام ده يا ابني يتم في المكتب. أنا هنا في البيت عم صالح، أبو حب وحنين، ما بتكلمش في الشغل أبداً. خلاص، أجي بكرة لحضرتك المكتب. والحاجة التانية الشخصية. الحاجة الشخصية. اتفضل. شكرا. العفو. أيوة يا أستاذ رشيد. أيوة حضرتك، الحاجة الشخصية أنا عارف. وبعدين طيب. مساء الخير. مساء
حنين. ده واحد عايز حضرتك يا ماما. مين؟ فاروق حسن. اسمح لي حضرتك. اهلا وسهلا يا ابني. اتفضل. انا اسف ان انا جيت من غير ميعاد. اتفضل يا ابني. اعرفكم بنفسي، فاروق حسن، بشتغل في تجارة العربيات، الحمد لله ماشي كويس. ابويا حسن هلال بيشتغل مدير عام في وزارة العمل، ساكنين في العجوزة، وليا اخت متجوزة ضابط شرطة كبير، واخ بيشتغل دكتور في كندا. باختصار يا عمي انا جاي اطلب منك ايد الانسة حنين. ايه اللي بيحصل ده؟ هو انا كل ما اجي اخطب واحده حد يجي يخطبها؟ هو انت جاي تخطب حنين؟ ايوه كنت جاي اخطب. ايه الزلمه اللي انا فيها دي؟ هرد على مين فيكم؟ هو حضرتك تعرف حنين منين؟ يعني اعرفها من 3 سنين. ثلاث سنين؟ طيب ابني كلمني في التليفون بعد اسبوع اكون فهمت ايه الحكايه. ايوه عمي بس انا عايز اعمل مع حضرتك فتره اطول. قلت لك كلمني بعد اسبوع. حاضر. السلام عليكم. السلام. طب انا هاجي بكره لحضرتك الساعه كام؟ ها؟ الساعه 11. انا بقول لك ايه، استنى احسن غريمك يقابلك على السلم يضربك ولا حاجه. لا حضرتك ما تخافش. مع السلامه. حنين! وطي راسك ليه يا بنت؟ انطقي. أنا آسفة يا بابا. آسفة دي ما تنفعش في موقف زي ده. آسفة دي تقوليها لما تكسري كوباية. عمالي غراميات في الجامعة؟ في إيه بس يا صالح؟ إهدى شوية يا حبيبي. منوال جالك لحد عندك وتقدم لك، يعني غرضه شريف، وبعدين حب، كان بيحب وهب وهم في الكلية، ليه ما عملتش كده؟ حب راجل! محترم ومؤدب. وليه افترضت ان الولد ده مش محترم؟ اسكت انت خالص. رد انت عليا يا بنت. رد عليا انطقي. اقول ايه بس يا بابا؟ تعرفيه من امتى؟ من 3 سنين. 3 سنين؟ 3 سنين وانت مستغفلانه؟ قلت لامك؟ طبعا قالت لي. كدابة يا عربية، كدابة نايمة على ودانك، ما تعرفيش بنتك بتعمل ايه، ما انتش ملاحظاها. ده بقى الفرق بينك وبين وهبة. قالت لامها من اول يوم عرفت في حب. اسف يا حبيبي، انا غلطانة، حقك عليا. بس يعني عايزة اقول لك ان انت قلت للولد انه يكلمك في التليفون بعد اسبوع، يا ريت تحاول تقابله وتشوفه، واذا كان كويس جوزه لنا. على جثتي، على جثتي انها تتجوزه، لو مفيش حد في الدنيا غيره مش هجوزه لنا. يوه يا صالح بقى يا حبيبي، الزمن اختلف خلاص. الاولاد اليومين دول هم اللي اختاروا بعض، مش زي ايامنا. الزمن بيتغير للاسوء، وخلاص نسلم له ونقول احنا مالنا، البنت تحب وتجري على حل شعرها، ونقول خلاص العيال كلها بتعمل كده. خلاص يا بابا خلاص، انا على العموم مش عايزاه. انا قلت له ما يجيش، ده انا كمان اتصدمت لما شفته. ليه؟ بيرمي جدته عليكي؟ انا غيرت رايي خلاص. السبب؟ لانه سقط واترفض من الكليه ومش عايز يكمل تعليمه، فقررت ان انا اقطع علاقتي بيه. هو ده اللي انا بقول عليه. عملتي علاقه لوحدك وفشلت لانك اسأت الاختيار، عشان كده انا بزعق. ليه؟ لانك عيله صغيره ما تعرفيش تختاري، عقلك لسه صغير ما عندكيش اي تجارب. دلوقتي
حزينة ومجروحة وندمانة، والفشل ده هيفضل محفور في قلبك وعقلك طول حياتك، والتجربة دي هتأثر في تفكيرك سنين طويلة. عشان كده مينفعش أبدا إن البنت تحب من وراء أهلها. فتحت قلبك الصغير الساذج لكلمتين حلوين أثروا على عقلك، وادي النتيجة: فشل وكسرة قلب وحزن وألم. أما الشقة اللي جابها لنا سامي يا بابا تحفة، بحري وشرقي ومش مجروحة ومطبخها واسع جدا. بس بقى منظر الخروج هناك يا حماية تحفة. أصل إحنا قعدنا لغاية ما الشمس غابت. البلكونة هناك طولها تقريبا 8 متر وعرضها حوالي 2 متر. يعني إحنا بعد كده ممكن ناخد نص ساعة ونعملها أوضة. ليه؟ ما أنتوا عندكم 3 أوض يا أخي. ما هو أوضة لينا والولدين أوضة والبنتين أوضة ومش عارفين بقى باقي الولاد هنحطهم فين. الله 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 الله، تقولوا تخلفوا أكتر من 4 عيال؟ ما هو وهبة عايزة تخلف 7. للمرة المية يا سامي قدام بابا وماما أهو أنا بشكرك وبقول لك شكرا جدا على الشقة التحفة دي. الحقيقة أبو السوم أنا مش عارف أشكرك إزاي، يعني بجد أنت عملت معروف يا أبو السوم، أنا يعني بجد مش هنسهولك طول عمري يعني بصراحة. يا راجل أنت عبيط ولا إيه؟ إحنا إخوات. يا أخويا ربنا يخليكوا لبعض، أهو كده الإخوات يحبوا بعض ويشوفوا مصلحة بعض. فرحتني يا سامي حقيقي والله. ما هو الإخوات لازم يحبوا بعض، لازم يبقوا قلبهم على قلب بعض، وبعدين دي اختك الصغيره وانت اخوها الكبير، يعني لازم تخاف عليها وتاخد بالك منها وتخاف على مصالحها. ويا سيدي تعوض اللي فات، ايام ما كنتوا اطفال صغيرين كنت غلس قوي وغتت، كنت منتن مع اختك، تسرق منها السندوتشات وتسرق منها كمان المصروف، فاكر ولا مش فاكر؟ بقول لك ايه، ما تفتحش الحاجات دي، عايزك تطمن على الاخر. اهم حاجه انا اتفقت مع حب يكتب الشقه باسم وهبة. طبعا مفيش مشكله. قول لي يا حب بقى هنعمل ايه؟ الو، يا حربيه. يا حبيبتي شافوها وجايين مبسوطين قوي قوي قوي، ربنا يجعلها ادم سعد عليهم يا رب. ربنا يخلي رشيد اللي جاب له الشقه. لا يا اختي، ده سامي ابني هو اللي جابها. لا يا مقبوله، رشيد هو اللي جاب الشقه يا حبيبتي، جابها في عماره ناس قرايبه، هو اللي قال لنا كده. كده بقى رشيد هو اللي جابها من قرايبه؟ سمعتوا؟ رشيد هو اللي جاب الشقة من قرايبه. وانا اللي قلت، انا قلت خلاص بقيت كويس، قلت خلاص عدلت نفسك بقيت محترم، دخلتني شركة ب50,000 جنيه بالإكرام وجبت لأختك شقة. أعرف فيك إيه؟ ياني، وأنا بقول الحمد لله إن ربنا زرع في قلبك الحنية لأختك وعمال أدعيلك. وأنا كمان طول الطريق أنا وحب عمالين نشكرك ونقول لك ميرسي يا سامي على الشقة، وأنت بمنتهى الرزالة والقراطة عمال تهز في راسك. خلاص يا جماعه، مش معقول كلكم عليه، اللي بيلطش له واللي بيعضه، يعني مش معقول كده، مش كلنا عليه، ما يصحش.
انت اي نعم فهمتنا ان اصحاب الشقة قرايب مدام بهيرة مراتك، انما مش مشكلة. واي نعم فهمتنا ان انت بينك وبينهم مصلحة وان هما ما يقدروش يستغنوا عنك، انما مش مشكلة. واي نعم فهمتنا ان انت مسكهم من ايديهم اللي بتوجعهم وان هما بسوا ايدك ورجلك عشان نمضي عقد الشقة، انما مش مشكلة. يا نهاري ده انا نسيت السماعة على النقر، قصدي حربية على السماعة. يا خبر اسود. يا بابا حضرتك هتعمل معايا ايه؟ في ايه يا حبيبي؟ في الشقة طبعا يا بابا. انا هديك 2000 جنيه. 2000 يا بابا ما ينفعوش طبعا. انت متصور معايا اكتر من كده؟ ما انت عارف يا حبيبي طول عمرنا الحمد لله عايشين احسن عيشه، بتاكلوا احسن اكل وتلبسوا احسن لبس، عشان كده يعني ما معناش كتير. ايوه بس جيب السبع ما يخلاش يعني، وانا برضه ابنك حبيبك. اختك الاخرى عاوزه تتجوز ولازم اجهزها. لا. بابا حنين لسه بدري عليه. رشيد طلبها للجواز، اقول له لا؟ بس انت يا صالح برضه معاك. معايا 12000 جنيه. بعد 35 سنة شغل في الحكومة كل اللي حيلت 12000 جنيه. بس كويس قوي، يبقى النص بالنص. هو ايه اللي نص بالنص؟ يعني انا 6000 وحنين 6000 يا بابا. طيب وانا وامك؟ لا احنا مش عايزين اي حاجة. احنا كل اللي يهمنا سعادة ولادنا. حنين بنت ولازم اسطرها. الله هي تسطرها يعني وانا تسني عريان يا بابا؟ لا اشتغل واتعب واشقى زي انا مش ايد. ايوه ما انا هشتغل. ايوه ما هتشتغل حوش وهات الشقه اللي انت عايزها. الله وانا لسه هشتغل واحوش والشقه ابو 7000 جنيه هتستناني؟ خلاص عيش على قدك. ما هو على قد ده انا ابن الاستاذ صالح سليمان وكيل الوزاره يا بابا. انت عاوز تبتدي من النقطة اللي أنا وصلت لها. أنا بقيت وكيل وزارة في 35 سنة، أنت لسه في سنة أولى شغل. عشان كده لازم تساعده يا صالح. خلاص أنا قلت هديله 2000 جنيه. يا بابا 2000 جنيه ما ينفعوش، ما ينفعوش. أنا وأمك كبرنا. وممكن حد فينا يعيا ويحتاج مستشفى. هندور على حد يدينا؟ يا أخويا الله أكبر. هنقدر البلاء قبل وقوعه. ما قدروش ليه؟ ان شاء الله ربنا هيسلم. الامر ما يسلمش. يوه وبعدين معاك بقى يا حبيبي. بعدين معاك انتوا. اصل ما كانش ابويا يساعدني، طب مين اللي هيساعدني يعني؟ ده ساعدتك، ربيتك وكبرتك وخدت شهاده وفوقيهم 2000 جنيه، خلاص انا هدوري خلص. هدور الاب بيخلص يا بابا؟ لازم دور الاب يخلص وفي وقت معين. الاب مش بقره تفضل تتحلب طول حياتها. طب وافقتني ليه حضرتك؟ وجيت معايا ليه عشان تخطبها لي؟ لان بنات الناس مش لعبه، بعد ما عشمتها بالجواز كان لازم اخلص ذمتي. يا بابا انا مش قد الجواز. انت بتغني وترد على روحك. شوف يا صالح، وهبه ساكنه بفيلا، وانت عارف ان ابوها ايده طايله وربنا يعني كرمه. يعني مش ممكن تقعد في اي شقه، دي بنت عز. لما حبت ابنك حبيته بظروفه، ولا انت فشرت وقلت لها عايش في قصر؟ لا لا قصر ايه يا بابا، هي عارفه اللي فيها طبعا. لما جه وقت الجد بتحملك فوق طاقتك ليه؟ عشان متعشمه ان ابوها يدفع لها. خلاص يدفعوا لي. لا بس انا مش موافق يا بابا. وانا كمان مش موافق. يوه انت عايز ايه بالظبط؟ عايز نفكر بعقل وحكمه على قد لحافك مد رجليك. يا بابا بس كده اللحاف مش هيوصل لحد ركبي. وبعدين بصراحه ما ينفعش يبقى حضرتك معاك وما تدينيش يعني. انت حضرتك كده انت كده بتذلني يا بابا. انا بعزك. فين العزه دي بقى؟ لما الاقي يدفعوا ثمن الشقه البت هتتملى انا عليه، وفي يوم من الايام هتقول لك اهلي هم اللي دفعوا ثمن الشقه. آه
عشان كده مش عايزهم يدفعوا؟ يبقى الأنسة وهبة تعيش معاك في الشقة اللي انت تقدر تجيبها. مش هتوافق يا بابا. خلاص دور على واحدة تانية تقدر تعيش معاك على قد ظروفك. ايه اللي بتقوله ده يا صالح؟ معقولة؟ بعد ما قعدنا مع الناس واتفقنا؟ اسمه نصيب. واخر كلمة هقولها في الموضوع ده، البنت وهبة دي قوية وجامدة، موقفها مع السمسار خوفني منها، هتتعبك قوي يا ابني. اسمع كلامي، انا عارف انك انت مش هتسمع كلامي وبكرة تندم. تصبح على خير. ما تزعلش يا حبيبي، إن شاء الله ربنا يحفظك.